السلام عليكم. اليوم سوف تكون جولتنا عن الثلوج في مدينة نيوكاسل، وسوف نعطيكم بعض المعلومات عن هذه المدينة الجميلة. هذه مدينة تقع في شمال شرق انجلترا، ويوجد بها جامعتين، جامعة نيوكاسل ونورثمبريا، وكلاهما من أفضل الجامعات في المملكة المتحدة. هذه هي على اليمين مباني جامعة نيوكاسل، وكذلك هذه مكتبة مارجري التابعة لجامعة نيوكاسل. على الجهة الأخرى مباني جامعة نورثمبريا، ولهذا هذه الجامعتين يفصل بينها هذا الشارع، شارع ساندي فول. ويوجد أيضا هناك نيوكاسل كوليج، وهي كلية نيوكاسل، تعتبر من أفضل الكليات في بريطانيا. تقع مدينة نيوكاسل على نهر التاين، ولذلك سميت بنيوكاسل أبون التاين. ويفصل هذا النهر ما بين مدينتي نيوكاسل ومدينة غيتس هيد. سوف نذهب الآن إلى مركز المدينة في مدينة نيوكاسل، وبعد ذلك سوف نتوجه إلى النهر، وبعد ذلك نشاهد التاين، نهر التاين الذي يربط ما بين أو الذي يفصل ما بين مدينتي نيوكاسل ومدينة غيتس هيد. هذه هي حديقة سيفيك سنتر، وبجوارها كنيسة توماس، وهي من أحد أبرز معالم في وسط المدينة، وتقع بالقرب من الجامعتين وقاعة المدينة. يسارنا الآن سيفيك سنتر وقاعة فيها احتفالات، وهذه هي حديقتهم، وهي حديقة سيفيك سنتر، وتقع في منطقة التسوق الرئيسي في هاي ماركت. يميننا مباني الجامعة وشارع نورثن بيرلاند، سوف نتوجه له بعد قليل. هذه على اليمين مباني الجامعة، جامعة نيوكاسل، شوفوا هذه هي السيفيك سنتر، حديقة السيفيك سنتر. في الصيف تجدون الكثير من الناس يتشمسون في هذه المنطقة، في هذه الحديقة، ولكن الآن مغطاة بالثلوج. وفي وسط هذه الحديقة يوجد هناك تمثال للحرب العالمية الثانية. هذه هي مباني جامعة نيوكاسل، وهذا كينجز جيت، هذا مبنى للقبول التسجيل وكذلك لسكن الطلاب. بإمكان الطالب الذي أراد أن يأخذ سكن في سكن مسكن الجامعة يتوجه إلى هذا المبنى، أو البحث عن طريق الموقع. الآن توجهنا إلى نورثمبرلاند، شارع نورثمبرلاند، وهو الشارع الرئيسي في مدينة نيوكاسل، ويوجد بها عدد من المحلات الرئيسية. يسارنا حاليا بوتس، وهي أفضل صيدلية في بريطانيا، ويميننا محطة هاي ماركت، وهو يوجد في مدينة نيوكاسل مترو يربط ما بين نيوكاسل ومدينة غيتس هيد، وكذلك غوسفورد و ساندرلاند. هذا نهاية شارع نورثمبرلاند. نتوجه الآن إلى المونومنت، نجدها على يميننا حاليا، هذا هو، ويوجد هناك كذلك محطة لها. وبعد ذلك سوف نتوجه إن شاء الله إلى التيسايد، وهو نهر تاين الذي يفصل ما بين نيوكاسل وغيتس هيد. ويوجد هناك هذه الشاشة خلف مبنى إلدن سكوير، هذا مجمع تسوقي كبير يوجد به العديد من المحلات والماركات العالمية، ويوجد فيه متجر أبل وغير ذلك. نتوجه الآن إلى نهاية هذا الشارع. هذا الشارع يوجد به عديد من المطاعم الإيطالية والهندية. يوجد هناك على اليسار مطعم زيزو، هو من أفضل المطاعم الإيطالية. نتوجه الآن إلى الكي سايد، وسوف نغطي المنطقة هناك التي مغطاة بالثلوج.
هذا هو نهر التاين الذي يفصل ما بين نيوكاسل وغيتسهيد. وهذا ممشى يوجد في نهاية هذا الممشى ستاربكس كافي، بإمكانك إحصال القهوة الساخنة هناك، وبعد ذلك توجه إلى الجسر. هناك 3 جسور في هذا المكان. انظر لهذا المنظر الجميل. هذا جسر التاين تم إنشاءه عام 1928 من أقدم الجسور في بريطانيا، ويمكن التقاط الصور فيه ومشاهدة أهم معالم نيوكاسل من خلاله. وسوف أضع بأسفل هذا الفيديو عنوان هذا المكان. ويوجد هناك هيلتون، فندق هيلتون جميل جدا وإطلالته رائعة، ويوجد بأعلاه كافي. رجعنا الآن إلى مركز المدينة لكي نتوجه إلى مكتبة فيليب روبنسون، نغطيها من الخارج، وهي مكتبة فيليب روبنسون تابعة لجامعة نيوكاسل. وبعد ذلك سوف ننتقل إلى إكسبيشن بارك، وهي حديقة جميلة جدا ويوجد لها بحيرة وكافي هناك، وكذلك مكان للعب الأطفال. هذه الحديقة جميلة جدا، فسوف تجدون إن شاء الله مغطى بالثلوج. نتوجه الآن إلى فيليب روبنسون، وبعد ذلك إلى إكسبيشن بارك. هذا هو السنتر، هذه محطة المترو. ونمر الآن بعد قليل إلى شارع نورث بيرلاند الرئيسي، وهذا مركز المدينة في نيوكاسل. يوجد كما قلت لكم عدد من المحلات مثل جون لويس، ديبن هامز، و في مارك، وبعض المحلات البريطانية. هذا الشارع شارع نورث بيرلاند ستريت، وهو من أغلى الشوارع في بريطانيا بعد الشوارع الموجودة في مدينة لندن. هذه السيفيك سنتر، الحديقة اللي غطيناها قبل قليل، لأن إذا أردت الذهاب إلى فيليب روبنسون، مكتبة فيليب روبنسون،
يتحتم عليك المرور بهذه الحديقة إذا كنت قادما من السنتر من مركز المدينة. هذه اللي على اليسار شجرة كريسمس يضعونها كل شهر ديسمبر. الحين نحن في شهر يناير، في نهاية شهر يناير سوف يقلعونها فقط علشان الكريسمس، وتكون مضاءة بالنور في الليل. هذا السيفيك سنتر كما أخبرتكم فيه، وعلى اليمين الحديقة، على اليسار موجود هناك بحيرة صغيرة جدا. البحيرة مجمدة الآن، ولكن إذا ذهبت الثلوج يكون هناك بركة ماء ويوجد عدد من البط. هذه هي مكتبة فيليب روبنسون، وهي المكتبة الرئيسية لجامعة نيوكاسل، ويوجد فيها عدد من الكتب في العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والهندسة، وكذلك تخصص الزراعة والتعليم وعلم النفس. هذه جلسات أمام المكتبة، جلسات جميلة جدا. سوف نتوجه الآن إلى الحديقة ونلقي نظرة عليها ونغطيها بعد تساقط الثلوج عليها. ندخل الآن إلى هذه الحديقة، إكسبشن بارك، تقع في قلب مدينة نيوكاسل على بعد 5 دقائق من أو 5 دقائق 10 دقائق مشيا على الأقدام من السنتر. تعد هذه الحديقة يوم مثالي جدا لأي عائلة. تحتوي الحديقة على شيء للجميع، مثلا رجوح للأطفال الصغار كما هو واضح على اليسار، وكذلك ساحة للعب الآباء، حيث يوجد بجوار هذه الأرجوحات الأطفال يوجد هناك ملعب لكرة التنس بإمكان الشخص حجز ذلك مبكرا ولعب كرة التنس هناك. تحتوي الحديقة على مجموعة كاملة من الأنشطة،
على يميننا سوف نجد هناك كافي وهناك عدد من الأنشطة التي تناسب أذواق الجميع. ولدي هذه الحديقة مساحات كبيرة من الأراضي الخضراء المفتوحة للاسترخاء والقراءة وكذلك النزهة وأي شيء آخر. وكذلك بإمكانك عمل باربيكيو هنا، ولكن في هذه الفترة يوجد هناك ثلوج، ولهذا جميع الأراضي الخضراء انتقلت إلى ثلوج، فالأرض قدامكم حاليا بيضاء مغطى بهذا الثلج الجميل. ويوجد هناك كذلك بحيرة جميلة جدا سنلقي نظرة عليها. توجه الآن إلى هذه البحيرة، منظر جميل لهذه البحيرة. ويوجد هناك بط، وبجوار هذه البحيرة يوجد هناك تاون مور، وهو مكان مغطى بالأراضي الخضراء جميل جدا، مغطى بالمساحات الخضراء جميل جدا. بإمكانك ركوب الدراجة هناك والاستمتاع بالمنظر الجميل أو بالمشي، فهناك ممشى طويل جدا. ويوجد هناك بعض الشباب والشابات يلعبون بهذا الثلج الجميل.
وصلنا الآن إلى نهاية تغطيتنا عن ثلوج مدينة نيوكاسل. كان معاكم من التغطية سعد الدهلوي.